Hello everyone. Today I'll speak about the present simple tense. النهاردة هتكلم على زمن المضارع البسيط. present يعني مضارع، من اسمه كده هو simple وسهل، اصلا ما فيهوش حاجة. الفكرة كلها ان احنا بنعمل ايه، بنشوف احنا حافظين الضمائر السبعة. كل الفكرة ان انا عندي ضمائر معينة زي الاي والذي والوي واليو، دي في قسم لوحدها، والهي والشي والات دول نخليهم في قسم. طب المضارع البسيط بيجي مع ايه؟ بيجي مع الحاجة، لما بتكلم على حاجة انا بعملها تقريبا بشكل يومي، every day. لو لقيت كلمة every day او always دائما او sometimes حاجة بعملها احيانا sometimes، او لقيت كلمة مثلا usually عادة حاجة بعملها كده، او لقيت كلمة never ابدا حاجة ما بعملهاش ابدا، لما بلاقي الكلمات دي اعرف ان انا في زمن المضارع البسيط. اعمل ايه؟ اشوف الضمير اللي محطوط قبل الكلمة، هل هو ده ولا من القسم ده؟ لو هو من القسم ده بحط الفعل زي ما هو. مثال: I play games every day. يبقى انا هنا لقيت اي، يبقى احط الفعل زي ما هو بدون اي اضافة. لكن لو نفس الجملة ولقيت هي احط في الفعل اس، بس كده ما فيهاش اي اختراع. يبقى احط الفعل مجرد خالي من الاضافة مع الضمائر دي، واحط الفعل فيه اس مع دول. طب ناخد مثال تاني على السريع كده عشان نثبت المعلومة. لو قلت مثلا she eat ولا eats ولا eating apple every day. she eats. برافو عليك. ليه خدنا اللي فيها اس؟ لان عندي she. طب لو حد لعب بيكي وما كتبلكيش she وكتبلك بدلها اسم بنت مها، يبقى هي مها هي she، يبقى she eats. كتبلك ساره هي واضح. طب لو كتبتلك they تختاري ايه؟ تختاري eat وليس eats، ماشي؟ طب ليه ما اخترناش eating؟ انا ما اقدرش اخد ing دلوقتي، ده زمن اخر. انا دلوقتي لقيت كلمة every day في الجملة، يبقى انا في زمن present simple هتبع القاعدة دي. هبص على الالمطار، هبص على الضمير واختار هل هو مجرد او احط له اس. سهلة جدا، بكل توفيق يا رب.